صباح الخير ونهاركم سعيد من البي سي اي. أسبوع جديد يطل على لبنان والأوضاع السياسية فيه ما زالت على حالها، ولا يبدو في الأفق أي مسعى أو جهود جدية لإخراج البلاد من عنق الزجاجة من خلال حكومة جديدة. ووسط هذه الأجواء تبقى المواقف والهجمات السياسية هي سيدة الموقف، وتبقى الشروط والشروط المضادة الخبز اليومي للقيادات اللبنانية التي يبدو حتى الساعة أنها غير مستعدة للتراجع قيد أنملة عما تطالب به، مع معرفتها وإدراكها أن الوضع اللبناني ينتظر الوضع السوري، وأن الوضع السوري مرهون بجنيف 2 وبكل المستجدات الإقليمية من إيران إلى السعودية إلى كل الخليج. ضيفنا في برنامجنا نهاركم سعيد اليوم رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي، ومعه نناقش كل هذه التطورات والمستجدات. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بدنا نبلش مثل العادي بحركة السير على الطرقات، يعني صباح هذا اليوم الأحد خلينا نشوف أوتوسترا جونيا، حركة سير خفيفة وعادية جدا. منطقة الدورة كذلك الأمر ما في أي زحمة سير على خلاف أيام الأسبوع. بولفار شارل الحلو يعني شبه خالي من السيارات، وطريق المرفأ كمان. ساحة ساسين بالأشرفية كمان حركة خفيفة مع توقف عند التقاطع الرئيسي بهالشارع. شارع الحمراء كمان حركة سير خفيفة. طريق المدينة الرياضية المطار حركة السير كمان خفيفة عليها، ما في أي زحمة سير أو أي ضغط سير. ساحة النجمة بمدينة صيدا كمان الحركة طبيعية جدا. كورنيش المزرعة ما قدرنا شفنا، بده يكون شيء عطل صاير على الكاميرا. يعني أنا قلت هون بالمقدمة أنه الوضع في لبنان ينتظر، ينتظر الوضع السوري، والوضع السوري ينتظر جنيف 2. يعني هل برأيك فعلا بس هذا هو الموضوع، أم في أمور أكبر من هيك وفي أمور أكثر من هيك إلى علاقة يعني بمسألة النظام الداخلي كمان في لبنان؟ مشكلتنا نحن بلبنان النظام الداخلي من سيس مواضيع السياسي بمواضيع الطائفية والمذهبية. لبنان لسوء الحظ عم نلعب شطرنج بس بثري دايمنشنال، يعني عم نحكي على ثلاث تبلويات شغالة مع بعض. عندنا مشكلة النظام الداخلي يلي بالآخر فرسته اتفاق الطائف، عندك المشكلة السنة والشيعة، والتغييرات الإقليمية يلي في إعادة رسم لمواقع القوى الموجودة فيها. حضرتك ابتديت عم تقول انه هل يا ترى الوضع السوري رح يأثر؟ طبعا الوضع السوري رح يأثر، بس اليوم صار في شق تاني يلي هو اتفاق الخمسة مع زائد واحد مع إيران. وبعتد هيدا هو رح يكون الميزان الأساسي يلي منشوف في كتير مناطق إقليمية خاصة بالخليج عم تعمل ردات فعل لهالاتفاق الذي حصل، يلي مبدئيا كلياته بيجي بالترجم بعملية رد فعلي على وضعنا بالداخل اللبناني. طيب بس ولكن هذا الرد الفعل على الوضع في الداخل اللبناني، يعني كيف سيترجم؟ هل سيترجم بمزيد من التوتر؟ هل سيترجم بمزيد من الانقسام؟ أم سيترجم باتجاه الحلول؟ تعرف إذا في عنا نحن المثل إن زاحت عن ظهري بسيطة وإذا ما كبرت ما بتصغر. أنا بعتقد بدنا نشوف اليوم في تصعيد بالأمور من هلأ لشهر ثلاثة. شهر ثلاثة أهميته أنه في هناك استحقاقين رح يصير ما هلأ لشهر ثلاثة. عندك اجتماع جنيف 2 يلي رح يصير بالنسبة ل أو هلأ عم يقولوا يمكن يكون خارج جنيف، بس برات جنيف، بس أنه مبدئيا الاجتماع تسمية جنيف 2 أوكي. ولح يكون طبعا في اللقاء الخمسة زائد واحد الإيراني، طبعا يلي هلا زادت عليها قصة العقوبات يلي انحطت مؤخرا، يعني يلي معقول الامريكيين بالرغم من الاتفاق زادوا العقوبات. بس هلا بتعرف لانه هيدا بنرجع بنحكي عليه هذا الموضوع. انا بعتقد بس هالموضوعين انا بعتقد ماشيين. هلا اكيد في اشخاص بهمهم ياخروا عمليه الوصول لنوع من التسويات السياسيه. تسويات سياسيه وين بلبنان؟ لا ما هو اذا صار تسويات هي اليوم المشكله هي ايران. قبل ما نترجمها على سوريا قبل ما نترجمها على لبنان، اليوم الملف الايراني مربوط فيه ملفين ثانيين، النظام السوري وسلاح حزب الله بالداخل اللبناني. لكن اليوم اذا ما صار في تسويه على الكبير ما حتوصل للحلول الصغيره. هلا بهالوقت بس الغرب مثل ما شفنا زياره رئيس الوزراء ريكوليتا طرح المواضيع، واليوم الفرنسيين عم يمشوا بخطه تختلف عن الماضي بعملية الحوار مع حزب الله، لأنه اليوم القوى الكبيرة الإقليمية شايفين هالاتفاقين وخاصة اتفاق مع إيران الهرئة رايح بالاتجاه الصح. لكن مفروض الكل يحضروا ملفاتهم التابعة يلي موجودة بهالمواضيع، لربما وعسى إذا صارت الأمور ما ينترك بالآخر الملفات الجانبية بالآخر صفي تحصيل حاصل أو أمر واقع. نحن مشكلتنا بلبنان دايما لما بيكون في استحقاقات إقليمية منجرب بالآخر نتخبى ورا خيالنا ما نكون شريك على الطاولة، واليوم نحن مطلوب أنه لبنان يكون شريك أساسي على طاولة التفاوض. يمكن يوجهوا له دعوة لروح يحضر جنيف 2، بس بعدين شو القرار اللي بيقدر ياخذه لبنان؟ لا هيني اليوم نحن الفكرة عنا بلبنان أنه الانقسام أفقي، ما في عملية أنه بالآخر ما في حوار موجود أفقي ولا عمودي؟
اثنين لانه انا شايف لك اليوم نحن كلنا متقطعين، يعني كل ربع من هالدائره ما بيتكلم مع الثاني. واليوم اللي عم نشوفه انا بعتقد في محاولات اليوم من بعض اشخاص مثل الرئيس نيورا عم يجرب انه يبني علاقات مع الرئيس بري لعمليه التقارب الموجوده فيها، وبعتقد لازم نحيي هيك جهود، لانه اليوم الانقطاع الكامل اليوم امريكا وايران يلي سمي بالشيطان الأكبر صار في حوار مباشر. طب معقول أمريكا وإيران في حوار مباشر ونحن اللبنانية بعدنا بنحكي ب 8 و14؟ هذا طب ما رئيس جمهورية أيام يدعيهم للحوار، وحتى الفرنسيين تمنوا على رئيس جمهورية يعمل شيء شبيه بسانكلو، أنه لحديث هلأ ما في استجابة لكل هذه الدعوات، لأنه سانكلو يلي لازم يكون إذا بدنا نبنيه مثل ما عملنا 16 اجتماع بخلال فترة الحرب الأهلية، إن نجيب بس القوى المتصارعة هول بالنتيجة هن نفس الرموز يلي فتنا فيهم باتفاق الطائف. العظيم وين وصلنا بعد اتفاق الطائف بعد 20 سنة؟ محلنا اليوم فعليا ما قدرنا نبني نحن دولة، بس ما هودي الرموز بعده هن زيتهم على رأسي. بس إذا القوى الإقليمية مقتنعة إنه بس يجب التعاطي مع الرموز مش مع القوى المعتدلة التانية، بالنتيجة رح ترجع تفرز نفس المجموعة يلي فرزتها اتفاق الطائف، رح نوصل بالآخر محلنا. يعني اليوم نحن كلبنانيين وك أصحاب للبنان عم بحكي مثل فرنسا ولا كانت إيطاليا ولا أمريكا وحتى روسيا بهالمرحلة، هل يا ترى المطلوب عمل شيء لبناء لبنان المستقبلي أو بالآخر المحافظة على الأمر الواقع؟ لما نحن بدنا نروح على سانكلو مثل ما رحنا على جنيف 1 و2 و16، ولما رحنا على الطائف ورحنا على الدوحة، إن نجيب نفس القوى المتنازعة يلي حطتنا بهالوضع فيها فقط حتى بالآخر نخفف الاحتقان، لكن ما في نية لبناء لبنان المستقبل. بس هذه القوى يعني ما هي الموجودة على الأرض، هي المؤثرة، هي الفاعلة. القوى الأخرى مين بده يجيبها؟ خلينا نجيبها، مين بيجيبها على هذا الحوار؟ خلينا بلش بالموضوع الأساسي. هالقوى فرزت مخيمين، مخيم سني ومخيم شيعي. المخيم السني انجر مكره أخاك لا بطل، وشفنا بعض خطابات سياسية من بعض زعماء السنة يلي صفت في مزايدة على الأصولية الإسلامية اللي عم نشوفها نحن اليوم بالشارع. نحن لا بدنا نكون رأس حربي ضد الأصولية والسلفية، بس نحن أكيد رافضين هالشق الجهادي اللي عم نعمل فيها، نحن اللي بده يصير فيها. إذا اليوم هالطرف يلي أخذ موقف مقابل الطرف الشيعي وراح الآخر، كيف بده يبررها لقواعده إنه بالرجوع للوسط؟ لكن يجب العمل على إيجاد الوسطية بالشراكة مع الطرفين. نحن لا يجب، ما لازم نوصل لمرحلة نلغي بعضنا. مشكلتنا اليوم نحن بلبنان أنت يا معي يا ضدي، طيب عال لا في يكون معك بثماني أدار ولا حكون معك بربطاش أدار، لأنه بتناناتوا بالنسبة لي وجهين لعملي وحدة. يعني اتناناتهم اللي بيتفقوا علينا وقت الانتخابات بقوانين الانتخابات بالموازنة بتشكيل الحكومة، ولما بنوصل على استحقاقات أساسية بنرجع بنفتح ملفات مع وضد مع 14 مع 8 يلي بنوصل لمرحلة انه بالاخر ما حدا نمضي بلد. اليوم اذا ما صار في قناعة من عربين وما يسموا انفسهم اصدقاء للبنان، اصدقاء لبنان ما بتهمني بس فقط تيجي تعطيني فلوس، اصدقاء لبنان مش بالاخر يكون في عنا منابر تنجمع برا. هل يا ترى في نية لتأمين مستقبل لأولادنا تنمنعه من الهجرة؟ هل في مستقبل حتى نخلي في فرص عمل حتى ما نخلي التطرف يسيطر علينا؟ بصراحة اليوم مني شايف أنا أصدقاء لبنان وبكل اللي شمعناه من سنة 92 لليوم في محاولة جدية لهالمواضيع. طب ما في أصدقاء لبنان موجودين وبتشوفهم حضرتك، من الفرنسيين للأمريكيين للسعوديين للأوروبيين إيطاليين وغيرهم للفاتيكان لكل هودي الناس، هودي موجودين، بس شو بيقدروا هن يفرضوا على الساحة اللبنانية؟ هل بإمكانهم الفرض حاليا على الساحة اللبنانية؟ هيدي حكومة لليوم بعد ما تشكلت. طيب خلينا نبلش بيلي طرح اليوم عم نحكي على التليان، زيارة الرئيس ريكولاتا على لبنان كانت إطار لحظة. بس وين أنا كنت عم طالب بعد، نحن اشتغلنا كل هالمدة آخر مدة مدة 6 شهور لنوصل للي شيء أعلنه الرئيس ريكولاتا بمساعدة الجيش اللبناني، وبالماضي اشتغلنا على مساعدة الأمن العام لتدريب الزبط. بس إيطاليا يعني مش هالوزن تقيل على الساحة السياسية. خليك معي شوي، بس نحن وين مشلتنا مع كل الاتحاد الأوروبي؟ عم نطرح موضوع أساسي يلي لسوء الحظ لم تتجاوب الحكومة معه. نحن اليوم كل خطابات الدولة شو هي؟ يجب مساعدة اللاجئين السوريين. أنا بالنسبة لي على رأس اللاجئ السوري في موضوع إنساني ولازم كلنا نتعامل فيه، بس هالوفود السورية اللي جاي على لبنان عم تضر بالاقتصاد اللبناني وبالمعيشة اللبناني. خدماتنا نحن بلبنان ما قادرين بقى نأمن خدمات طبية بالمستشفيات اللبنانية. طيب السؤال،
أنا كنت تمنياتي إنه ينطرح مع كل أصحابنا الأوروبيين والأمريكان إنه اليوم فرجوني شو رح تعمل لللبناني اللي متضرر من الأزمة السورية. هون أنا بعتقد إذا غيرنا هالحوار بصفي فيه عم نركز الاهتمام محل تاني. لليوم أنا مني شايف في موقف بالفعل إلا عملية مطالبة لمساعدة السوري اللاجئ بلبنان، مش لمساعدة لبنان من سوء الحالية اللي متواجدة عنا بعد الوجود السوريين. هيدا موضوع له علاقة بمسألة يعني تداعيات الوضع السوري وأزمة النازحين السوريين إلى لبنان، ولكن بالآخر في موضوع أساسي كمان، ما هو الموضوع إنه أنت بدك ترجع تسير عجلة هذه الدولة، بدك توضع السكة اللبنانية أو القطار اللبناني على السكة المضبوطة، وهذا الأمر يبدأ على القليلة بتشكيل الحكومة. اليوم في الكلام في لبنان إنه في ناس عم تضغط من أجل عدم تشكيل الحكومة، السعودية متهمة بأنه إيران متهمة بذلك. سيد الكريم، مرقنا بحرب أهلية من 75 للتسعة وثمانين، رحنا على الطائف التسعة وثمانين، بداية الدولة كانت ب92، 92 شكلنا الدولة من أصغر موظف بالدولة لرئيس الجمهورية. اليوم بعد 21 سنة الإمكانية موجودة. لسوء الحظ الطرفين بلبنان 8 و14 دار كلهم عم يراهن على فشل الطرف الثاني تيقدر يسيطر ويكون عنده دولة لمدة 20 سنة. كله عم يراهن على الوضع بسوريا، مين بيربح بسوريا؟ بس اليوم كلنا بنعرف انه الوضع بسوريا طويل منه شيء قصير. يعني نحن بلبنان عدنا 14 سنة، مني شايف بسوريا رح تكون اقصر بكتير، واليوم خاصة اللاعبين بسوريا اكبر بكتير من اللاعبين بلبنان. لكن اليوم بهالمرحلة انت الوضع بسوريا رايح لمدة طويلة، واللي براهن الطرفين على تغيير مفاجئ بسوريا بعتقد عم يحلم، لانه مني شايف انا في تغيير مفاجئ بسوريا. اليوم مثل ما رايح الامور رح نوصل لشهر 7، الارجح ما حيكون في انتخابات بسوريا لانه لا يمكن اجراء انتخابات في 30-40% بيمددوا للرئيس الاسد، بيشبع مجلس النواب الحالي ويمدد، ما نحن معود علينا بلبنان يعني نحن دائما بنمدد لحاله، مجلس النواب مدد لحاله اوكي، شو المشكله اذا المجلس ما مدد لحاله ليه حتى ما يتمدد للرئيس؟ بس ما راح يمددوا للرئيس الجمهوريه عندنا. انا تمنياتي انه نوصل لانتخابات. هلا بنحكي عن الموضوع بوقته، بس عم نكمل بمساله مثلا انه هذه الحكومه بعد ما في نية. أنا رأيي ما في نية عند مين؟ عند الطرفين. ليه؟ حتى يعني عند يعني المشكلة اللبنانية؟ المشكلة نحن اللبنانية، بس نحن مشكلتنا نحن اللبنانيين عم نطلع على ملي أكبر من هيك. اللبنانية اليوم نحن مرتبطين لسوء الحظ إقليميا، يعني نحن كان في زائر من دولة كبيرة له علاقة بالاجتماعات البي 5+1، كنا قاعدين بعشاء عند سفير وفي 8 أدار قاعدة و14 أدار قاعدة. خليني أعطيك شو السيناريو اللي طرح. جماعة 14 أدار عم يطلبوا من الغرب الضغط على إيران تضغط على حزب الله حتى بالآخر يسلم سلاحه أو يطلع من سوريا، وجماعة 8 أدار عم يقولوا بس نحن عم نتلي فراغ موجود، يعني عم بعطيك حتى لغة الحوار ما إلى علاقة بالأمر الواقع. يعني عم نتطلع فيها. مشان هيك الطرفين مني شايفهم اليوم إلهم دور بعملية القرار، هني ناطقين رسميين بالأمر الواقع. بس إذا منتطلع فعليا على الأرض هناك حزب الله وسلاحه في أمر واقع. صحيح. مشان هيك اليوم أنت عم تشوف معظم الغرب بما فيهم الفرنسيين والإنجليز حتى الأمريكان بطريقة غير مباشرة ابتدوا حوار مع حزب الله، طبعا الشق السياسي من حزب الله بس ابتدى الحوار. طيب إذا اليوم الغرب صاروا شايفين أنه في وضع أمر واقع يجب الحوار معه، بتمنى على قوى 14 أدار نجي نوصل على اتفاق في أمر واقع، حزب الله سوف يعود من سوريا يوما ما بست أشهر بسنة بده يرجع يفوت على لبنان، بس حزب الله منه راجع خسران، عم بحكي بالمفهوم العسكري، راح بمهمة عسكرية ومساعدة النظام على عدم السقوط بسوريا، واليوم النظام لم يسقط بسوريا. لكن اليوم بدك تحاور مع حزب الله، اليوم ما بنطر حتى يرجع على لبنان. بس كيف بدك تحاوره؟ بتحاوره، ما هو عم يجي بيحاورك وعم بيقول لك في سلاح موجود وأنا سلاحي على الطاولة، بدك تحاورني والسلاح موجود، كيف بدك تحاوره؟ هاي أساس. اليوم عملية نزع سلاح حزب الله بغير معركة عسكرية ما بتصير وما رح تصير. يعني خلينا نكون يعني اللي عم يراهنوا على معركة سنية شيعية لجر حزب الله للداخل اللبناني بمعركة بعتد هيدي ما حتصير اليوم. المطلوب بهالمرحلة هي عملية فتح حوار جدي مع حزب الله لعملية استيعاب سلاح. أنا بعتقد اتفاق بعده وإعلان بعبده كان فكرة أساسية منيحة لو تمت المتابعة. ما تنسى بمرحلة معينة نقد كمان هذا الإعلان. نعم. تم نقده هذا الإعلان. بس بمرحلة معينة أنت بتعرف في قوى سياسية رفضت
الرجوع لطاولة الحوار لأسباب سياسية يلي ريحت حزب الله. رفضت الرجوع لأنه كل طاولة الحوار ما حققت نتيجة. أنا معك. وحتى القرارات اللي اتخذت لم تنفذ. طيب سؤالي لإلك، فينا نحن نسكر الباب ونقول ما بقى بدنا نتحاور لأنه بالآخر ما وصلنا لنتيجة. بس كلنا بنعرف بالعالم في شيء اسمه عملية الحوار، the process. اليوم ابتدينا بعملية الحوار بعملية السلام، أخذتنا 60 سنة، بس الأرجح رح نوصل لحل بمرحلة معينة. فينا ناخد قرارنا ونسكر الباب ونقول ما بدنا نتحاور، أوكي، كل واحد بيقعد بمحله ساعة البلد دفع ثمنها، أو على القليل نحاور ونلاقي لقاسم مشترك حتى نخفف هالاحتقان، لأنه اليوم إذا ضلت صورتنا بهالشكل هيدا ما في أي استثمار عم يجي على البلد. وخوفي أنا هي الوضع الاقتصادي، لأنه نحن اليوم كلنا بنعرف رأس المال جبان. بس هو بيقولك الاستثمار أنا ما بيجي لأنه في سلاح، في وضع عندي مش 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 لكن بدي بلش حاور مع السلاح. إذا متوقعين إنه بقوة قادر سلاح حزب الله رح يمشي من البلد، ما حيمشي من البلد، لكن الواقع بيقول خلينا نبلش نحاور، ونحاور بطريقة إنه نوصل لحل، مش نحاور بإنه شرف لو سمحت أعطيني سلاحك وحط اليوم بمخزن وأعطيني المفتاح، هذه ما حتصير. لكن اليوم بدنا نلاقي حوار. أنا بعت طاولة الحوار كانت فكرة منيحة، لسوء الحظ وصلنا لمرحلة اليوم يلي بالآخر تسكر كل مجالات الحوار. مشان هيك بتمنى على فرنسا يلي بعتت عم تحاول جدية بهالموضوع إنها تعمل طاولة حوار جديدة خارج لبنان، ويلي نحن باجتماعاتنا مع فرنسا طرحناها، يعني كان اجتماعاتي بالخارجية وانطرح الموضوع. بس يلي طلبت منهم يكبروا دائرة المحاورين، مش يحصروها فقط على المتنازعين على الوضع، لأنه اثنيناتهم رح يوصل نفس النتيجة اللي وصلنا لها بالماضي. طيب بس بمسألة حزب الله، يعني حضرتك إنه متابع يعني كل جهود الحوار التي جرت في لبنان، ومتابع المواقف يلي بتصدر عن حزب الله واللي إلها علاقة بالسلاح. طب حزب الله موقفه من السلاح لم يتغير، بيقول انه انا هذا السلاح لازم احافظ عليه ولازم يضل معي ولازم يضل هذا السلاح يشتغل بالطريقه اللي عم يشتغل فيها حاليا، انه لا ينوضع تحت امره الجيش ولا يكون انه هيدا موقفي انا، هاي المقاومه هيك بتشتغل. صح، بس بعد فوتت حزب الله على سوريا وعوده حزب الله من سوريا بعد فتره، هالمنطق ما بقى الوحيد اللي فيه يشتغل. ليه؟ لانه طالما حزب الله كان سلاح بالداخل اللبناني تحت اطاره المقاومه ضد الاحتلال الاسرائيلي بداخل لبنان، هالمنطقة اللي عم تتفضل فيه كان بالآخر سائد وبالآخر فيك تسوقه. اليوم بعد ما استعمل سلاح السوري خارج الأراضي اللبنانية، سلاح حزب الله بسوريا، الأمور تغيرت. لكن سلاح حزب الله ما بقى فقط مقاومة لبنانية، صفى سلاح إقليمي. شو بك تقله؟ هيني أنا بالنسبة لي بيجي عند اليوم نحن بالجيش اللبناني ما عنا نظام دفاع جوي، واليوم ما في شك حزب الله عنده قوة صاروخية متقدمة. طاعت ان احنا نتفق اليوم نشيل القسم الاكبر يلي هو الدفاعي، نعمل بالاخر لواء دفاع جوي مثل كل بلاد العالم يلي نقدر نستعمل سلاح حزب الله تيكون هو ضمن هالمؤسسة العسكرية، وبالاخر ما تبقى من المقاتلين والمقاومين تبع حزب الله يلي بنعمل فيها، بنعمل شيء اسمه مثل ما عندهم بامريكا شيء اسمه ناشونال جارد، الحرس الوطني. بس عم تعمل من طائفة وحدة هون؟ لا انتبه، انت اللي بتعمله ما بتدخل للمؤسسة العسكرية الا لواء، حتى ما نعمل كتير في عملية بالاخر تمييع للمؤسسة العسكرية، والبقايا بيكونوا بالاخر مثل تدريب عسكري، يعني موجودين بيخدموا 3 أشهر بالسنة على عملية السلاح، حتى اذا عزناهم لا سمح الله بمرحلة الحرب، بس مبدئيا بيكونوا مع الوقت بينعطالهم اشغال وتدريبات حتى يفوتوا بالمجتمع. يعني هذا برأيك هو الحل؟ هيدا من الحلول، ما بقول لك الحل الوحيد، هذا من الحلول. بس حزب الله بوافق على هكذا طرح؟ هل يا ترى طرح على حزب الله؟ انا لحديت اليوم ماني سامع انه في طرح. طرحوا عليه قالوا له جيب قواتك ونخرط بالجيش اللبناني. بس انا ضد عمليه التصرف الجيش انا ضد عمليه خرط حزب الله بالكامل بالجيش اللبناني، لانه اليوم رح يصفي في عندك تقل اساسي داخل المؤسسه العسكريه اللي حتصفي كلها تراحة باتجاه معين. انا لا، مش مع عمليه انخراط كامل بالمؤسسة العسكرية. اليوم قوة حزب الله هي بالدفاع الجوي، أوكي؟ خلينا بالآخر نعمل لواء دفاع جوي بالجيش، بس ما بغير بتركيبة الجيش، لأنه نحن اليوم جيشنا شئنا ما بينا هي مرآة وتعكس الوضع الداخلي تبعنا. مشان هيك نحن خوفنا بأن لما منزج بالجيش اللبناني بالمشاكل الداخلية مثل ما عم نعمل بالشمال، آخرتها عم نحط الجيش بمواجهة الشعب.
اليوم ما في يكون الجيش ضابطة أمنية، لأنه كلنا بنعرف القرار اللي اتخذ بمجلس الوزراء هي ما سمي بالآخر إنه عملية جلب وعملية المذكرات الجلب، هذه ما بتركب لأنك أنت عم تحط الجيش ساعتها بمواجهة الشعب بالآخر، كلنا بنعرفها شفناها بال 76. بس وقت حزب الله يعني بيكون عنده هذا الحجم من القوة العسكرية وهذا الحجم من القوة السياسية وهذا التوجه الإقليمي الواضح، يعني هل من السهولة أن يتخلى عن هذا الدور؟ هل من السهولة أن يتخلى عن هذا السلاح بوقت أنه هو بيعبر أنه هيدا مصدر قوة، بيعبر أنه هيدا هو اللي مخليه موجود على الساحة، أنه كل هذه الأمور ليش بيتخلى عن حزب الله ولا مين بيتخلى عنه؟ اليوم ليس هناك اتفاق دولي بالنسبة للمنطقة، في عملية مخيمات. اليوم مخيم يلي هو إيران طالما فات بحوار مع الشيطان الأكبر، ما كانوا يسموه الأمريكان الشيطان الأكبر، طيب إذا هتنين ابتدوا بالحوار، يعني مبدئيا لن تتهي فقط بعملية السلاح النووي. اليوم كلنا بنعرف أنه إيران عم بتقول عم نركز على السلاح النووي، بس فعليا الحوارات الجانبية هي أكثر من السلاح. لا أكيد بطل كل الملف هنا ملف حزب الله، يعني بما فيه ملف حزب الله، يعني ما حيكون في اتفاق كامل وشامل مع إيران بلا ما توصل لعملية حل للوضع السوري، حل لعملية حماس، حل لعملية حزب الله، والوصول للحل الأكبر اللي هي التسوية بالنسبة للملف الفلسطيني. اليوم حزب الله شايف الأمور، حزب الله بالآخر من عنده أكثر ناس يلي بالآخر بيفكروا فيها، لكن اليوم إذا هني عم يشوفوا الأمور بهالشكل هيدا لكن مبدئيا واصل لقناعة أنه هالوقت حاضر. السؤال نحن كلبنانية بنبلش الحوار قبل ما يصير التسوية أو بننطر تصير التسوية؟ برأيك لازم نبلش الحوار قبل؟ أنا بعتقد إذا بدنا نبني البلد لازم نبلش الحوار قبل. طب بس هذا الحوار على أي أسس بدك تبنيه؟ شو بدك تقلهم لهو بدك تجيبهم على الحوار؟ شو بدك تقلهم؟ بدك تقلهم جايين نتحاور لشو؟ لنعمل نظام سياسي جديد ولا نشكل حكومة ونعمل انتخابات رئاسية؟ أنا بعت جعلنا نفس الموضوع اللي حضرتك طرحته، إنه عم نطلع على الحلول الأنية. ما بقى فيك توصل لحل إن أعمل حكومة وانتخابات رئاسية ضمن المنظومة الموجودة هلا. هي فرصة تنبني لبنان المستقبلي. شو هو لبنان اللي بدنا إياه بعدين؟ بس قبل ما تبعني وياك بدي أقول إنه حاليا بطرابلس بلش مؤتمر قوى 14 أدار. الرئيس فؤاد السنيورة كان عم يلقي كلمة منذ قليل. نحن ناقلينه على الشاشة البيضاء اللي بيحب يتابع هذا المؤتمر. قوى 14 دار مثل ما قلنا عقد هذا الاجتماع بطرابلس، وراح يكون في بيان ختامي يصدر عن هذا الاجتماع بعد ظهر هذا اليوم. ايه تفضل. بقى عم اقول اليوم نحن هل يا ترى نحن بدنا نكفي ما هو اليوم قائم يلي تبرهن انه ما فيك تبني عليه بلد؟ ما تنسى ما هو اتفاق الطائف. اتفاق الطائف هو وقف اقتتال، شالوا يلي كانوا موجودين عم يتحاربوا بالشارع وحطوهم بمجلس النواب. عظيم كتير منيح. انت اليوم بالمفهوم الميليشياوي اللي كان سائد بهذيك المرحلة لا يمكن بناء دولة، لأنه هني نشحوا بالمفهوم المعسكرات والميليشيا. اليوم إذا بدنا نبني لبنان جديد ما بقى فينا نقول عملية نلاقي حلول، يعني ما بدنا دوحة جديد، ما بدنا بالآخر سانكلو جديد، لأنه بالنتيجة كل شيء عم نعمل عن نمدد الوضع. بدك طائف جديد. بدك طائف جديد أو سميه اللي بدك إيه. اليوم الطائف جديد، السؤال إذا نحن بدنا ننتظر تيسير التسوية الإقليمية نحن بنكون خارج اللعبة، وإذا صار في اتفاق ما بين إيران وأمريكا والسعودية والمنطقة الخليج كلها يمكن فرض حل يلي نحن كلبنانية ما عندنا مصلحة فيه، مثل ما صار فينا بالدوحة. الدوحة فرضت وضع يلي كان سبب بدمار الطائف. لكن اليوم إذا نحن ما بلشنا نحن نتحاور مع بعضنا تنكون حاضرين تنطرح طروحات لبنانية، لح تفرض علينا الحلول مثل ما انحرضت بالماضي، ولح نضلنا نحن بأمر المرور. هذا برأيك لازم الفرقاء اللبنانيين يقعدوا على طاولة الحوار، يبلشوا يتحدثوا بنظام سياسي جديد يحكم لبنان. صح. هذا واحد. بس أنا بعتقد كوننا نحن اللبنانيين بنعرف إنه ما بنحب نحكي مع بعضنا، كلياتنا عم نحكي مع الخارج. يعني الفرنسيين في كتير لبنانية بعرف بما فيهم حزب الله اليوم، أكيد وفي ناس بيحكوا مع إيران وفي ناس بيحكوا مع السعودية ومع الأمريكان. هلأ السؤال مين هو الحاضنة يلي قادرة تجمعنا بلا ما تكون طرف؟ ضروري يكون في حاضنة، يعني طبعا أنت اليوم ما بنقدر كلبنانيين نتحاور مع بعض نسوء الحاضنة. أنت بتعرف نحن حاولنا من حوالي مدة سنتين نتحاور مع كل الأطراف، مشكلتك بيرجع بيذكروك أنت سني كيف بدك تتحاور مع السني، وأنت شيعي كيف بدك تتحاور مع الشيعي. يعني نحن لسوء الحظ ما طلعنا بعد من مفهومية الميليشيات، يعني نحن بعد بعملية الإلغاء إنه إذا أنا سني أنت ما لك كلام معي، وإذا أنت مسيحي ما لك دائما هذا الكلام بدنا نطلع منه. هلأ بعتقد فرنسا بالمبادرة اللي عم يطلعوا فيها بموضوع سان كلو 2 اللي نحكى فيه، إذا قدروا مظبوط يكبروا
الدوائر يلي بتكون موجودة فيها، لأنه اليوم نفس العقلية اللي بالآخر أخدوها سنة 75 مضافة بتحكم فيها. بس هذا لا يعني يجب إلغاء هالمعادلة، بس لازم بقى يصفي في عملية ديليوشن، عملية تمييع لهالأوضاع المتطرفة حتى نقدر بالآخر نشغل كلياتنا ونحضر لمرحلة جديدة. بس الفرنسيين قادرين وحدهم يكونوا الحاضنة لهكذا حوار؟ بما أنه في علاقات اليوم بين فرنسا وما بين السعودية، واضح أنه العلاقة جيدة هالمدة في إيران كمان. طيب بس بنفس الوقت اليوم موضوع ما بقى لح يكون في حاضنة واحدة، يعني اليوم مثل ما بنعرف نحن لما راحوا على اجتماع أصدقاء لبنان بنيويورك أوكي، كانت الفكرة أنه يعطوا دور لبس الأعضاء الدائمين، مشان هيك إيطاليا ما ندعت ولا حدا ندعى فيها، بس كانوا الاتحاد الأوروبي ممثل. طيب اليوم يلي بده يصير فيها، هل يا ترى بنحطها بباريس، بنحطها بلندن، بنحطها بروما، ولا بنحطها ببرسلز؟ يعني حتى نكون فيها، بس واضح في نية أوروبية واضحة لعملية إيجاد حلول للبنان، لأنه تيجي رئيس وزارة إيطاليا، لأنه حسب ما فهمت أنا بالجي 20 يلي صار هذه السنة، كان هناك تمني على الرئيس إنريكو لاتا أنه يشارك أكثر بملفين، ملف لبنان وملف ليبيا. طبعا ملف الليبي معقد أكثر بكتير، ملف لبنان كونه أنه اليوم إيطاليا عند الوجود الأكبر باليونيفل عنده مصالح، ما تنسى لبنان بالنسبة لإيطاليا أكبر تعامل تجاري بين البلدين. لكن اللي حيكون في حاضنة أوروبية، السؤال مين من هالحواضن الأوروبية؟ بس بالنتيجة كلياتهم بصبوا نفس الخانة. بس يعني بنفس الوقت كمان، يعني إذا 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 صار هذا الحوار أو إذا صارت هيدي الجمعة برعاية أوروبية أو غير رعاية، بس بنفس الوقت أنت بدك تضطر تعالج الأوضاع الداخلية، بدك تضطر في استحقاقات، في مجلس نواب ممدد له، في حكومة بدها تتشكل، في انتخابات رئاسية مقبلة، شو بتعمل؟ تنطر نتائج الحوار ولا بتمشي بموازاة الحوار بهال بهال بهال؟ أنا رأيي رح يصير هالحوار قبل أدار. هذا رأيي وتمنياتنا اللي عم نشتغل عليه، لأنه لازم يكون يبلش نواة هالمواضيع كلها تطلع ما قبل استحقاق الرئاسي يلي بيصفي ب 25 أدار، يعني ببلش فيها. أنا مع الانتخابات، يعني خلينا نكون إحنا كنا ضد عملية تأجيل قبل ما نوصل للانتخابات في حكومة، ما هو اليوم كلياتها مرتبطة ببعضها. يعني أنا مني شايف اليوم إذا كان في حكومة يعني في قرار بانتخابات، وساعتها إذا صارت هالموضوعين بعتقد يمكن تقصير فترة المجلس النيابي اليوم الحالي تنعمل انتخابات مبكرة. الحل كله بده يمشي مع بعضه بطريقة معينة. إذا لم يكن هناك حل بجوز نوصل لعملية الفراغ، وما تنسى نحن بال 2006 وصلنا لعملية فراغ لمدة 7 أشهر تقريبا أوكي. لكن بهالمواضيع بدنا نتطلع فيها هلا. طبعا حلول كتير مطروحة، بس نحن بعدا مفضل انه يكون الانتخابات بوقتها. طب اليوم لو فؤاد مخزومي مكلف بتشكيل الحكومه، شو كان بيعمل بهذا الظرف؟ اليوم الرئيس تمام سلام مكلف بتشكيل الحكومه، ورئيس الجمهوريه كمان هو له دور بتشكيل هذه الحكومه، ولكن حتى الساعه ما في اي مبادره بتروح نحو تشكيل الحكومه، الخوف من انه ما بعرف شو يصير. لا شوف، انا الرئيس تمام سلام نحن بنتمنى وبنتمنى انه يشكلها باسرع وقت، اول شيء لاسباب بيروتي بدنا اياها ترجع بيروت، نرجع ترجع بيروت، وبالاخر ابن عائله كريمه بدنا اياه يضل كمان رئيس مكلف. هلا بدنا اياه يرجع بالاخر على بيروت، لانه بالاخر بعتقد لازم بيروت تعطيه حقها. بس اليوم انا بعتقد الخطا اللي صار لما بحكومه الرئيس مئاتي كان في دعم من 71 صوت من لون معين قدر يشكل الحكومه، لما اجى الرئيس تمام سلام بدعم من الكل 124 صوت هيدا تقل، ما بقى فيك انت تطلع وتشكل حكومة بلون واحد. يلي كنت بتمنى على الرئيس تمام سلام ما يحط شروط يلي حتى من اول الطريق بعملية تشكيل الحكومة. هي يعني العرقلة من وراء هيدي الشروط؟ لا، ما هو اليوم انت لما بتجي بتردد شروط يعني انت عامل ارتباطات مسبقة لقبيل التكليف اوكي. اليوم عملية انه نحن لن نرضى بوجود حزب الله او مباشرة بهالموضوع، هذا كلام ما بينصرف، لانه الله يرحم الرئيس الحريري ما قدر يعمل حكومة الا مع حزب الله. يعني خلينا نكون يعني من اهم شخصية وجدت بالبلد عملت فيها. اليوم كان مفروض من الاساس يكون هناك توافق يلي طرحناه نحن بالزمنات 996 والكل رفضوه بهذيك المرحلة، انه اليوم نحن يجب اعطاء الطرفين الأساسيين بالبلد 14 و8 الثلث المعطل. لانه بالاساس الطرفين 8 و14 ادار وافقوا على هالفكرة بالدوحة. انت اليوم الدوحة اللي صارت فيها لما نحن قلنا بالزمنات الدوحة كانت اخر سفين بالطائف، اليوم انت اعطيت بالدوحة تمام يلي اليوم الكل عم يطالبوا فيه. بس بالدوحة عم بتقول انه انا عطيته تحت تهديد السلاح، كان في سيدي كان في 7 أيار كله هيدا عظيم، كله هيدا عظيم. بالتاريخ بيطلع شو صار في اتفاقيات، شو اسبابها ما بهم، انعطى باتفاق الطائف مبدأ المثالثة
صح ولا لا؟ اتفاق الطائف؟ عفوا اتفاق الدوحة، في اتفاق المثالثة. طيب هلا عمل لك نحن هذا أخذناه بالسياسي، أخذته تعال حتى نشوف كيف بدنا نتفاهم عليه. بس أنت ما أعطيته بالحكومة الماضية، بحكومة الرئيس مئاتي ما أعطيته. كيف أعطيته؟ يعني ما أعطيته، ما جيت قلت له لقوى 14 أدار شرف وبعطيكم لا تبي عم بحكي اتفاق الطائف، عم بدي اتفاق الدوحة. انعطى فيها. لما صارت في عملية، لا إذا بنتذكر الرئيس مئاتي أخذته 6 أشهر تشكل الحكومة وعرض إنه يكون في مشاركة. كان في رفض من 14 دار للمشاركة. أنا عم أقول اليوم في عنا لاعبين أساسيين 8 و14 دار، بمعزل واحد أكثر واحد أصغر، واقع الأرض أنه في عندك اثنين، لازم ينعطى لكل واحد اليوم قتلت المعطل وخليهم بالآخر يبرهنوا للمواطنين أنه هني بدو يبنوا الدولة ولا بالآخر بدو يفرقشوا الدولة. يعني 9996 هي برأيك الصيغة المناسبة حاليا؟ لا حديت هلا هاي الصيغة عم بيأكد عليها الرئيس نبيه بري إنه صح، هيدي بتعطي كل واحد حقه، بس عم بيقول كمان من جهة تانية انه اذا قوى 14 ادار عم بتواصل رفض هذه الصيغة معناتها في رفض من الخارج لها. هلا اليوم نحن بنعرف انه والاتهام بيروح صوب المملكة العربية السعودية. شوف هلا عملية الاتهام تاع المملكة العربية السعودية بعتقد كمان بدنا نعيد النظر فيه. اليوم المملكة العربية السعودية اللي عملته من سنة 82 لليوم وقفت مع لبنان. يعني هلا إذا عندهم أجندة هني وأجندته سياسية، ما فيك تفرض على العالم كلها تكون موافق معك بأجندتك. اليوم موقف المملكة العربية السعودية له علاقة بموقفها من إيران، خلينا نكون واقعيين. يعني اليوم ترجمة الموقف بالنسبة للبنان مش له مربوط فقط بلبنان، في عدم ثقة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران وعندها هواجس. وأنا بستغرب أنه إيران يلي رضيت تتفاوض مع الشيطان الأكبر أمريكا، ليه ما بترضى تتفاوض مع جيرانها يلي هي المملكة العربية السعودية؟ رح نكمل هذا الموضوع بعد ما ناخذ أول وقفة إعلانية. ونعود لمتابعة ناركم سعيد من LBC مع رئيس حزب الحوار الأستاذ فؤاد مخزومي. يعني كنا عم نحكي عن مسألة الاستحقاق الرئاسي اليوم، الحديث يعني غالبيته مش بالانتخابات، غالبيته بأنه كيف بدنا نعبي الفراغ الذي يعني سيتركه الشغور في منصب رئيس الجمهورية، حكومة تصريف الأعمال ولا حكومة المشكل جديد ومش إخد استئة لهذا الكلام اليوم، بدلا ما يروحوا يحكوا أنه كيف بدنا نعمل انتخابات. أنا بعتقد يلي عم تطرحه مزبوط 100%. يعني في كلام كتير، هل يا ترى يعدل الدستور لأنه لفترة رئيس الجمهورية 4 سنوات، يمكن يعاد انتخابه تصفي 8 سنوات، كونه الرئيس الجمهورية اليوم مضى 6 سنوات يعاد انتخابه لمدة سنتين. هذا كله كلام من الشكل مفضوح. هلا طبعا نحن مع الانتخابات، بس كمان الواحد يوصل لمرحلة إذا الفراغ أهم أو بالآخر إن نعمل إعادة انتخاب الرئيس لمدة سنتين. يعني ما عم نقول نحن عم نشجع هالموضوع، بس هذا من الخيارات اللي لازم واحد يطلع فيها. العالم كله يتصوروا خايفين ما مرينا نحن فيه بسنة 2006 لما صار في عنا فراغ بالرئاسة. والمسيحي بالذات كمان لازم يعطي الهم هالموضوع. هو عطلين هم، بس بكشوف كمان المسيحي وين هالانقسام اللي صايبه، وين مين بده يعمل رئيس جمهورية ومين المرشح ومين القوي ومين المش قوي. أنا لما صحت لي الفرصة وتكرم قداسة البابا، يعني كنا بوفد واجتمعنا معه، فلما عم سلم لي عم بقول له فؤاد مخزومي من لبنان، قلت له فؤاد مخزومي مسلم من لبنان، طبعا ابتسم. قلت له جاي لعندك برسالتين، رسالة أول شيء المطلوب من نحن الكلمانية بدنا المسيحي يضلوا مسيحي مشرقي، ما يعمل مسيحي سني ومسيحي شيعي، لأنه نحن السنة والشيعة عندك فيه منا عايزين بقى نزيد أكتر من هاي. والنقطة الثانية بالوقت يلي مطلوب المسيحي يكون جسر تواصل بين السنة والشيعة، ما بدنا ينحكى لغة الأقليات. يعني في بعض لسوء الحظ بعض زعماء مسيحيين عم يجربوا يحطوا المسيحيين بدور الأقليات. المسيحي شريك أساسي بالبلد، والطائف عطى شراكة أساسية بالبلد. يعني نحن اليوم إذا ما بلش نحكي جدية بهالموضوع إن نرجع لهالمبدأ الشراكة، عنا مشكلة أساسية. وهون أنا بعتقد إذا ما بلشنا نحكي بهاللغة رح نوصل للفراغ. اليوم عملية الرئاسة، رئاسة الجمهورية كتير مهمة. طبعا في اعتراضات على اتفاق الطائف، هل ترى طبق الطائف أو اجتزئ الطائف، بس من نتيجة في عنا اليوم مسودة عمل اسمه الطائف يلي لم تطبق فعليا. هل يا ترى هي النسل الأعلى لبناء لبنان؟ في معطيات إيجابية باتفاق الطائف، بس أكيد اتفاق الطائف في كتير ثغرات يجب تعديلها. بس قبل ما نوصل لهالموضوع يجب انتخاب رئيس جمهورية. اليوم في مرشحين كتير اليوم مطروحين، في عندك 5-6 أشخاص اللي اليوم مطروحين برئاسة الجمهورية. قديش منهم جدي قديش منهم أقل جدية،
أنا بعتقد يمكن رح نشوف وجوه جديدة كلها تطالع على الساحة. من هون أنا بعتقد لازم المسيحي بقى وإن شاء الله يقدر هالاجتماعات اللي عم بيعملها بطرق الراعي يكون في وحدة صف عند المسيحيين، لأنه بالنتيجة إذا صار في هناك توافق عند المسيحيين ما بعتقد لن يتجرأ المسلم بالآخر. يعني بداية لازم على القليل النواب المسيحيين زرعوا مجلس النواب لحتى 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 ينتخبوا الرئيس، هذا على القليلة حتى 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 النواب المسلمين ما يكون عندهم عذر للغياب. وأنا اللي بستغرب إنه بقدر أفهم إنه النائب يقاطع الحكومة، بس اليوم النائب عم يقبض معاش وانتخب على أساس يمثل الشعب، ما في قاطع دوره. ما أنت اليوم أنا أعطيك وظيفة، هلا بالنتيجة شئت أما بيت بتسميها تكريم وكرم أخلاق ما بيهم، بس بالنتيجة أنت موظف عند الشعب. يلي بستغرب إنه ما ننزله. تاني شيء، إذا صار في هناك توافق مسيحي، ما تنسى المسيحية 50% من المجلس، صح، لن يكون هناك مقاطعة إسلامية بالكامل لهالموضوع، لأنه في ناس عم يقولوا بدنا انتخابات، الطرفين عم يقولوا بدنا انتخابات، بس السؤال هل الكل؟ ما بهم. ايه بس مين بدهم بالانتخابات؟ ما بهم اي رئيس بدهم. بس اذا اليوم هون عم نرجع لموقف المسيحيين، نتمنى على المسيحيين يبلشوا يعملوا وحدة حال. اليوم الشيعي متفق اغلبيته، الدروز متفقين اغلبيته، نحن السنة لسوء الحظ الاعتدال السني كل ماله عم يضعف بوجه التطرف. المطلوب اليوم انه ينعمل مؤتمر بين السنة بين بعضهم يلي اعتدال بكل الاتجاهات الموجودة لحتى يكون كمان في عنا وحدة صف. اليوم أي فئة أساسية بلبنان إن كان فيها تفكك بالآخر ما حدر تبني فيها البلد. بس بالنسبة للرئاسة أهم شيء أنه المسيحيين يبلشوا يحكوا جدية مع بعضهم، وما بعتقد المسلم ساعتها يتجرأ أنه يرفض إذا صار في توافق مسيحي. بس هم مواصفات الرئيس كمان يعني تختلف، حتى تختلف بين المسيحيين وتختلف بين المسلمين. يعني السنة بيشوف مواصفات شيء، الشيعي بيشوف مواصفات شيء، بس بالاخر كل واحد بيشوف مواصفات، بس بالاخر بدي مسيحي بالاخر. ايه اوكي معلش بدي مسيحي، كلهم المسيحيين عم بيقولوا بدنا رئيس قوي، تمام، بس جعجع بيشوف انه هو الرئيس القوي، والعماد عون بيشوف انه هو الرئيس القوي. ما انا مشكلة اليوم اذا صار في نوع من الحد الادنى من التوافق، المسلم ما في زايد على المسيحي يقول له لا هذا ضعيف ولا هذا قوي، بالاخر بده يكون مسيحي. تركيبتنا بدها تفرض علينا رئيس مسيحي. اوكي اليوم انا بالنسبه لي ما هو مواصفات رئيس الجمهورية الجاي القادم؟ هل يا ترى نحن بمرحلة أمنية ويتوجب أنه يكون توجه أمني، أو مرحلة سياسية المطلوب فيها بين سوا؟ لا أنا مني شايف الحل بإيران والغرب عسكري واصل بسرعة المطلوبة، لكن في عنا مرحلة انتقالية أمنية للوصول لمرحلة التسوية اللي تكون بالآخر بوم اقتصادي بالمنطقة فيها. لأنه اليوم إذا نطلع على ما هو حجم التجارة مع إيران فقط، ترك للعراق وغيره، عم نحكي بمئات المليارات الدولارات. عرف كيف؟ مشان هيك الخليج رح يكون له دور، وإن شاء الله نحن يكون لنا دور بهذيك المرحلة القادمة. نعم. لكن إذا اليوم مرحلة أمنية، لك مواصفات الرئيس القادم بده يكون في عنده خلفية وقواعد أمنية. إذا كانت مرحلة سياسية، يعني بيجي قائد الجيش، إذا كانت العملية إيه بعتقد بيجي قائد الجيش، عارف كيف؟ إذا كانت المرحلة القادمة مرحلة تسويات، بده يكون عندك شخص يقدر يحاور مع الطرفين، عم بحكي إقليميا إيران والسعودية، أو داخليا بين حزب الله وبين تيار المستقبل. وبنفس الوقت بده يكون في عنده رؤية اقتصادية لتبني البلد بالمرحلة القادمة. مثل مين مثلا؟ مين في شخصيات من الله؟ في كتير أشخاص موجودين بهالمرحلة. في عندك مساريات سلامة، في عندك طارح الوزير عبيد حاله على أساس أنه هو يكون جون عبيد. في عندك أشخاص مثل بطرس حرب. يعني أنه ما أنه يكون من مفلسين على الآخر، في أشخاص تاريخهم بيقدر تبني عليه بالآخر مرحلة قادمة. بس السؤال، هل يا ترى الجوهر والكادر تبع المرحلة القادمة أمني والاقتصادي؟ طيب قبل هالشي، بس اليوم بتشوف انه الظروف تسمح بانتخاب رئيس جمهورية؟ من هلأ لأدار لا وما في حكومة. بتمنى تصير، بس انا توقعاتي لسوء الحظ مني شايف في حكومة لح تكون من هلأ لوقتها. يعني من هلأ كمان لوقت، من هلأ لأدار ما في، يعني انت استحق بتشوف انه ما في جو لانتخاب رئيس لحديث هلأ؟ انا من هلأ ل25 أدار بعتقد نحن بمرحلة انتظار. 25 أدار نحن مفروض بالاستحياء الرئيسي، هذا أنا بعتقد هنيك يعني أقرب لها التاريخ لح تبلش تشوف الحركات جدية بالتعاطي. مشان هيك نرجع لموضوعنا الأساسي، إذا أصحاب لبنان وأصدقاء لبنان حابين يساعدوا عنا هالثلاث أشهر،
عملية نعمل هالمحاولات للتقارب. وبعتقد الفرنسيين والتليان حتى الإنجليز بمرحلة معينة يعني طرحوا الموضوع، بس طبعا الإنجليز فايتين جديد على منطقتنا هون، بس بالآخر بتاريخه الموجود بالمنطقة ما لازم نستخفوا كتير. لا عم يشتغلوا يعني هلا بيقدموا معدات للجيش اللبناني طبعاً. كمان وعم يجربوا يشتغلوا على مسألة الحدود بين لبنان وسوريا، الحدود الفالتة يعني بين لبنان وسوريا. بس كيف بدها تنضبط هذه الحدود؟ انهار في قرار سياسي وهو بنرجع للموضوع. يعني شو قرار سياسي؟ قرار سياسي بدك تضبطها بوجه كل الناس، بوجه حزب الله بوجه غير حزب الله. أول شيء قرار السياسي بدك تطلع من قصة الطائفية والمذهبية. ما في أخذ قرار ضد حزب الله وأترك بالآخر السنة بالحاملين سلاح. ما في أخذ قرار ضد السنة وأترك حزب الله. معلش النتيجة بده يكون في قرار من الدولة إنه اليوم نحن ضبط كل شيء في قصة عملية فلتين على الحدود، ونحن ضد عملية إنه حدا يفوت على سوريا ويحارب بسوريا من كل الأطراف، مش من طرف واحد، من كل الأطراف. النهار يلي بيكون في عنا حكومة بتاخد هالقرار وفي تعليمات سياسية للمؤسسة الأمنية، بعتقد في إمكانية كل العالم تساعدنا. بس لما بنكون عم نطلع قرارات سياسية حسب المنطقة وحسب اللون وحسب الطائفة، نحن بالآخر منا جديين بعملية طرح ضبط الحدود. بس كيف بدك تطرح يعني عملية ضبط الحدود وتيجي تقول أنا بدي أضبط هذه الحدود بين لبنان وسوريا وفي قرار متخذ من قبل حزب الله أنه أنا شارك بالقتال بسوريا وفوت بعدني عم قلك بكامل القوايا العسكرية إذا اليوم بدنا ناخد نحن قرارنا كحكومة تنضبط الحدود، لا بياخد القرار وبياخد ساعتها المخاطرة معها. اليوم كل العالم مستعدين يوقفوا معنا في حالة تتاخد هالقرار السياسي. بس ما في مسؤول أممي إجا على لبنان وسمع هالكلام اللي عم قلك إياه. ما سمع ولا حكي انه في قرار جدي بضبط الحدود. طبعا مشان هيك العالم عم بتقول ان كان انجلترا ولا كانت فرنسا ولا كانت امريكا ولا كانت ايطاليا كلهم عم يقولوا نحن بدنا نساعد المؤسسه العسكريه. ما بعت الحدا بس المشكله نوعيه السلاح، نوعيه التعاطي بتعتمد على ما هو المهمه تبعت المؤسسه العسكريه. اليوم ما حدا من المسؤولين سمع شيء قرار انه في قرار سياسي فعلي بضبط الحدود وتسكيره. ما في قرار فيه. مشان هيك النية موجودة، الدول الغرب عم تقول لك نحن مستعدين نساعدك من أول مؤسسة العسكرية، بس هل يا ترى هناك قرار سياسي بتطبيق المواضيع؟ هلا طبعا نتطلع في كتير حركات عم تصير وتدريبات إن كان بمطار حلات ولا كانت النزلة اللي صارت برياء في هالموضوع. هل يا ترى هيدي مرحلة لليوم أو مرحلة قادمة في حال صار في تسوية بسوريا وصار في تسوية بإيران؟ لأنه ما تنسى اليوم الحرب الأكبر هي حرب ضد التطرف. أوكي؟ صح. الحرب ضد التطرف وهذا بهمهم، يعني الأوروبيين بهمهم ضبط الحدود كمان بمسألة التطرف، لأنه بيقولوا لك أنه في رعاية من عنا عم يجوا عبر لبنان ويفوتوا على سوريا يقتلوا بسوريا. اليوم بسام أنا اللي شايفه المرحلة القادمة، لما أقول لك شو هو تحول، شو هو الكادر تبع المرحلة القادمة، لبنان بالآخر أضعف نقطة اليوم موجودة بمنطقة الشرق الأوسط، عم بحكي حدوديا ولا هيكليا. بس مش هو محطة العبور الوحيدة للمتطرفين إلى سوريا. بس إذا تم هناك قرار بتسوي، يعني بتتسكر الحدود بالأردن وتتسكر الحدود بالعراق وتتسكر الحدود بتركيا، تركيا. لسوء الحظ أنت الحدود الوحيدة اللي حتصفي فيها ممر. أوكي؟ إذا صار في عملية تسوي بتاخد وقت، بس إذا صار في عملية نوع من التسوية بسوريا وتسكرت الحدود، المخرج الوحيد لكل هالقوى هو لبنان. لبنان اللي حيصفي الساحة لمواجهة هالتطرف هيدا. مشان هيك عملية تقوية الجيش هي لمرحلة قادمة وإن شاء الله ما تصير. طيب ما عم قلك نحن بدنا هذا التطرف، يعني بتقصد موجود عند الطائفة السنية تطرف عند هلا شوف نحن نحن حلوتنا نحن السنة بيستعملونا وين ما كان حسب الزبون اللي بيستعملنا فيه. نحن السنة بالآخر معتدلين، نحن ما في عندنا شيء اسمه إسلام متطرف وإسلام فيه مسلم منك مسلم. إيه بس اليوم أوكي. مثلا اليوم في أطراف بلبنان يعني بتعبر وكأنه الطائفة السنية كلها متطرفة، تعبر إنه السعودية هي عم تغذي التطرف. لا هذا كلام يعني كل حتى السيد حسن نصر الله اتهم السعوديين بتفجير السفارة الإيرانية. أنا كنت بتمنى هذا الاتهام ما كان محله، وبالآخر ما دام إيران اتهمت إسرائيل. طب معلش إذا إيران اتهمت إسرائيل نحن بنتهم سوريا؟ معلش هيدا بعتقد ردات فعل يلي بنتمنى على كل المسؤولين عنا بلبنان يطلعوا منها. اليوم المملكة العربية السعودية شئنا ما بين لاعب أساسي بالمنطقة وساعدت لبنان، ولبنان بعد الحرب بعد حرب 2006 كان إلى المملكة دورة أساسية هي وبلاد الخليج كلها. نحن خلينا بدنا نبني مستقبل، ما فينا نعيش بلا أصحابنا، والخليج وعلى راسه المملكة العربية السعودية لاعب أساسي بمستقبل هالبلد إن كان اقتصاديا ولا فرص العمل وكله. إذا بدنا نبني بلد لبعدين بعتقد خلينا نخفف من هالاتهامات لأنه بالآخر ما حتوصلنا بمحل.
اليوم في عملية السعودية أكبر المتضررة اليوم من القاعدة، ما تنسى من سنة التسعينات كل التفجيرات صارت بالسعودية من وراء القاعدة. الأمير محمد بن نايف هدفه الأساسي وجوهر مهمته هي ضد التطرف، عرف كيف بقى؟ إن اللوم السعودية إنه هي إلى طرف بالتطرف ودعم التطرف، بعتقد هذا كلام مبالغ فيه. أوكي، هلا بتقلي في أشخاص مأمنين إنه بدك تمول كأشخاص، هذا بكل بلاد العالم موجودة، هون في عنا منهم كلهم موجودين عنا. نتمنى بهالمرحلة القادمة إنه نحن إذا بدنا نوصل لعملية تسوية، لا نحن بهمنا الكل يكونوا موجودين مع بعضهم. تاني شيء، في اختلاف سياسي، طيب إذا إيران حاورت مع أمريكا ما فينا تحاور مع بلاد الخليج وهذه جارتها؟ طيب الساحة السنية في لبنان، يعني هل التطرف بالفعل يسيطر عليها، أو أنه يقوى التطرف في داخل الساحة السنية في لبنان من طرابلس إلى البقاع إلى صيدا إلى غير مناطق؟ الطبيعة بتكره الفراغ. لما القيادات يلي فرضتها السوريين من سنة 92 لحدود 2006 2005 كان في وضع، في وضع قائم أنه في زعمات سنية موجودة، كانت ولاء ولاء سوري. بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري صفى ولاء منقسم، في ناس راحوا عند الأمريكان، في ناس راحوا عند السوريين، في ناس راحوا عند الكل. بس لسوء الحظ يلي نحن بنعتبر أنه بعد 2010 الفراغ يلي تركوا تيار المستقبل على الساحة السنية بغياب الرئيس سعد الحريري اضطر لأسباب أمنية. أنا بقول لك الواقع، أنا ما بقول لك أنه موافق أو معارض، بس الواقع والتوصيف الواقع بتركة الرئيس الحريري على أوروبا وعلى السعودية، تركت فراغ بالقيادة بداخل تيار المستقبل يلي صارت فيها. لما ما بيكون في قيادة، شفنا أحمد الأسير طلع بصيدا، شفنا التطرف طلع بالشمال، في حالة من الفراغ، مما اضطر المرجعيات السياسية السنية عم بحكي بالذات يلي اليوم موجودة مجلس النواب تزايد باللغة وبالخطاب على التطرف الموجود، لأنه اليوم الشارع صار متعطش للتطرف. لأنه اليوم شئنا ما بيننا، الطائفة السنية بعد ما حصل بعد اغتيال الرئيس الحريري وبعد ما حصل بال2008 تعتبر حالها في نوع من الحقد على الشيعة. لكن اليوم حالة مستهدفة كمان من حزب الله، مبلغ في حقد على الشيعة، عمل لك اياه ولا حقد اكثر من هيك شو بدك تكون. لكن اليوم طالما فيها الحقد موجود، لكن مين ما بيجي من القيادات السياسية وبيحكي بهاللغة، عارف كيف، عم ياخذ القواعد. بس لسوء الحظ السياسيين بيعرفوا انه في انتخابات بالاخر ولازم تكون بالحد الادنى بالوسطيين خلينا نسميها. بس لسوء الحظ لما انفتح الباب بهالشكل هيدا والخطاب بهالاتجاه، اجوا الناس المتطرفين وسرقوا وخطفوا هالخطاب. لليوم صفر في عنا مشكلة. هلأ بتجي بتقلي قديش عددهم؟ حسب ما فهمت أنا من اللواء أشرفيفي أنه مبدئيا بالشمال في عندك 300-400 عنصر من هول المتطرفين. هلأ بتقريلي في عندي 600,000 مواطن بطرابلس، بس لسوء الحظ انت ما بهمك العدد الكبير، بهمك الأشخاص اللي مستعدين يحملوا سلاح ويسكروا الطرقات ويقوصوا. هولي معظم الشعب اللبناني منه مقاتل، نحن شعب بنحب نعيش ما بنحب نقاتل. لكن اليوم ايه في حالة موجودة، بس ما بعتقد بحالة يلي نحن الاعتدال السني يلي إذا اشتغلنا لمؤتمر جامع وكامل ما فينا نكون بالآخر نحن الواجهة بهالمواضيع هذي. يعني بهذا المؤتمر الجامع والكامل يلي عم تقترحه حضرتك فيكم تواجهوا مسألة التطرف؟ طبعا 100% 100%. لأنه اليوم أول خطر بالنسبة للتطرف هن الاعتدال السني، هن مكفرين الشيعة مكفرين المسيحي. لكن أنت اليوم منه مضطر يتعاطى معك تحت إطار أنت كافر، أوكي؟ بينما السنة يلي كلياتنا موجودين على الأرض ما فين يكفرونا، ما في عملية اختلاف بالسنة بهالمواضيع. إذا قدرنا نعطي الوجه الصح انه كلنا متواجدين مع بعضها، بعتقد بالاخر في عمليه كفرك. هو بيعتبر انه اذا انت ما بتطبق كل موجبات السنه وموجبات الدين بيعتبرك كافر كمان. طيب لحظه، انا ابن المخزومي، انا اصلي من مكه، انا قريشي، ما حدا زايد علي بالاخر دخيلك باسلامك، ما حدا زايد علي بسنيته. خلصنا بقى انه اليوم بيطلع واحد متطرف، بيطلع واحد من القاعده، بيطلع واحد من دوله العراق والشام الاسلاميه بيقول لك انه في موجبات بتدل انك انت مسلم او مش مسلم، اذا طبقتها بتكون مسلم. لحظه اذا كلامك صح، انا بالنسبه لي مني عايزه هو تقول لي اذا انا مسلم ولا غير مسلم، معلش. ما هيدا الخوف، اذا نحن خايفين، اذا كان موجود بمجتمعك انت كيف بتواجهه؟ كيف واجهه؟ يقعد فسر لي انا اذا كان شو شكوكه فيه، انه شكوكه بروح عند الفاتيكان وشوف البابا، شكوكه قاعد معك انت كمسيحي. هيدا تركيبتنا بلبنان. اذا ما عاجبك انت هالوضع بلبنان انه في هالتعدديه، حمور حالك وحل، نحن ما حنغير بهالبلد. هيدا البلد الله خلقه بهالشكل هيدا، نحن بدنا نعيش مع بعضنا. يلي ما عاجبه الله معه هو يترك، نحن منا تركين البلد. وكتير مهم كلياتنا نحكي هاللغه، لانه نهار نحن بدنا نخاف
من لغة التطرف هن يربحوا. ما هن اليوم شو في عندهم غير البيانات والخطابات والمنابر؟ بين وقت ووقت بيعملون اغتيال وقتل. بس هو بيجي بيقول لك أنا عم دافع عنك. خي ما فيك دافع عني. أنا لو ما أنا موجود كان أكلك مين؟ الطرف الثاني. مين أنا؟ كان حزب الله أكلك. طب ما أكلني حزب الله. طب بلاش خلينا نكون واقعيين. هلا فيك تحكي عند عامة الشعب يلي بالآخر معلوماته محدودة. طب أنا زلمة وقفت علني ضد اللي صار ببيروت. أوكي؟ طب بعدي موجود. حزب الله ما عمل لي شيء. بس بالنتيجة حزب الله أمر واقع بالبلد بيتعامل أنا وياه. المنطق والعقل بيقول وبالسياسة إنه فن الممكن. بدور يوافق معك. بعدين الحوار مع مين؟ أنت لا تحاور مع أصدقائك. مع أصدقائك مفروض كنت وياه متهمين على نفس الفكرة. الحوار يجب أن يكون مع يلي مختلف معك بالرأي. بعدين في تخويف كمان للمسيحيين من مسألة التطرف. ببلش من سوريا من معلولة وصولا إلى طرابلس. طيب بس شجرة الميلاد بطرابلس صارت ضواية شجرة الميلاد بطرابلس صارت حدث. طيب. يعني بعد شوي رح نقوله مباشر. كنا نقوله مباشر اليوم. اليوم انا قلته لا بعد الظهر بعد الظهر لازم تنقله بعد الظهر هسه اليوم انه تخيل لوين شجره ميلاد بطرابلس صارت اذا بدك تضويها صارت حدث. طيب مع انه بمناطق تانية مش حاطين شجره ميلاد يعني مش عم بحكي انا بالعكس طرابلس بعرف كتير منيح شو في بطرابلس بس بمناطق تانية ما في شجره ميلاد. طيب بس شوف خليك معي شوف الصوره وين صارت. طيب خليك معي انا مسلم انا بالنسبه لي موقفي واضح وصريح هول الاشخاص ما بيمثلوني بس السؤال قادرين نحن السنة المعتدلين من الرئيس حريري للرئيس بياتي لمحمد الصفدي للكل لعدنان قصار لليلى الصلح قادرين بالآخر نفرجي انه نحن الاعتدال قادرين نرفض هالشي؟ قادرين اكيد طبعا قادرين هيدا هو يلي مفروض ينعمل قبل ما يصفي بالآخر المسيحي والشيعي يقول انا رافض نحن بدنا نرفض اول شيء اذا نحن رفضنا بالاخر هولي بالاخر خسروا كثير من قواعدهم. بس وقت بيجي زعيم مسيحي او قيادي مسيحي ويصور مدينه بامها وابوها او طائفه بامها وابوها هذه انه هي متطرفه ويزرع هذا الكلام بعقول عدد كبير من المسيحيين. سيد الكريم اليوم لسوء الحظ بلشت حديثي مثل ما قلت لقديس البابا ما بدي المسيحي يكون سني وشيعي معلش برجع بقول المطلوب المسيحي يرجع مشرقي المسيحي كان بالمنطقة العربية قبل ما اجى الإسلام تحت عنوان المشرقية بيقول لك أنا خفاية من التطرف السني وخفاية من الطائفة السنية خليك معي أنت لما كنت عربي قبل ما اجت المسيحية وقبل ما اجى الإسلام كنت عربي ولا لا شو كنت أنا لا معلش كنتوا عرب ونحن كنا عرب يعني بالنتيجة النهار يلي فوتونا بأتون المذهبية والطائفية والدين رجعنا متفرقين. اليوم خليني اسالك سؤال هيدا لبنان يلي ما عجبه يقعد بلبنان الله معه هو يحل عنا نحن مبسوطين ببلدنا نحن راضيين بشجره الميلاد وبالكنيسه وبالسيناغوغ وبالحسينيه طول عمره لبنان هيك ليه نحن اليوم بدنا نخاف من مجموعه عم تخوفنا وتهول علينا طب انا عدت انا غازي كنعان حداني وبالاخر هددني اوكي وبعدني قاعد معك إذا أنت مؤمن بهالبلد ومؤمن بشو بدك تعمل فيه ما بدك تضلك خايفين إذا بدنا نضلك خايفين بالآخر يلي مستعد يخوفك هو رح يربح. أنا ما عمل لك بدنا نخاطر ويكون نحن رأس حربي ضد العالم بس بنفس الوقت بدنا نكون المعتدلين مدين إيدينا لبعضنا تنقول هيدا لبنان يلي فينا نبني عليه ساعتها أصدقاء لبنان مستعدين يساعدونا تربني مستقبل جديد. بس إذا رح نضلنا فايتين نحن خايفين من التطرف خايفين من هالمواضيع ما لنا محل بقول لك ليه بدي احكي معك بحكي بالاخر مع التطرف صارت بافغانستان ولا لا ما هلا بلشوا كلام مع طالبان صح. طيب انا بدي اعطي مجال لداعش تيصفي هو بده يفاوض عنك وعني هون الاعتدال دوره انه بلش يشتغل وبتمنى على السنه بالذات من على هالمنبر يفكروا جديا يجب انه بالاخر يكون في جبهه معتدله سنيه تنقدر بالاخر نفاوض بسان كلو ونفاوض بكل هالمحلات هي لانه غير هيك لسوء الحظ يلي معه سلاح هو رح يسيطر وانا وياك خسرانين. توقف تاني مرة مع الإعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من LBCI مع رئيس حزب الحوار الأستاذ فؤاد مخزومي. يعني هذا الجو كله اللي حكينا فيه الذي يعاني منه لبنان كان على صعيد مجلس النواب على صعيد الحكومة على الصعيد الأمني على صعيد رئاسة الجمهورية هذا كله عم بيأثر يعني سلبا كمان على الوضع الاقتصادي. يعني اليوم الصناعة عم بتعاني عم بيقولوا من عدة مشاكل السياحة تقريبا متوقفة الزراعة كمان فيها مشاكل أنه بالآخر والوضع المالي والوضع المعيشي للمواطنين كمان يعني متأثر الغلاء في لبنان واضح
أنه بالآخر كل هذه الأمور إلى أين ستؤدي إذا لم تتأمل المعالجة؟ القطاع المصرفي بعتقد هون بدي أعطي يعني الواحد يقول ممنونين للقطاع المصرفي لأنه القطاع الوحيد اللي بعده محافظ على الاقتصاد اللبناني. عظيم. اليوم عندنا 159 مليار دولار ودايع بالبنوكي، 131 مليار يلي عم تتحرك، عم تعطي نوع من السيولة موجودة بهالبلد، وبعتقد هذا القطاع خلينا نعطي حقه إنه ماشي على الطريق الصح. بس كمان يعني في تصنيف لثلاث مصارف أساسية في لبنان نزل. صح. بس هيدا تصنيف عالمي. على رأسي. بس نحن ما تنسى كبلد بالوضع الاقتصادي بالوضع المنطقة بوضع التقلبات المنطقة ونضلنا على هالتصنيف بعتقد بدنا نعطيهم حقهم إنه بالآخر شيء مهم لأنه أي بلد تاني كانت بالآخر بالمرة يعني نزل التصنيف تبعه. طبعا السياحة مثل ما كلياتنا بنعرف مربوطة بالوضع السياسي ونحن سياحتنا معظمها كانت دول الخليج مطلوب الخليج اللي اليوم في قرار بعدم سماح لرعاياها تجي على البلد حسب ما آخر استطلاع نحن هالسنة كنا 43% أقل سواح من السنة الماضية. المشكلة الكبير هو الوضع السوري بلبنان اليوم ما بين البنك الدولي والأسكوا على الأرقام متداول شيء بيقول لك أنه نحن صفينا 1.3 مليون سوري موجود بالأراضي اللبنانية سوف نصل ل 1.6 والأسكوا بتقول 1.6 رح نوصل ل 2.1 مليون سوري موجود بالبلد. شو ما كانت الأوضاع مأثرة سلبيا على وضعنا بالداخل تقريبا 2.39% من ناتجنا القومي على تراجع كلفتنا لحديت هلأ فعليا 2.5 مليار دولار زيد عليها أنه السوري اللي عم يجي على البلد عم ياخد وظيفة اللبناني. صح. اليوم انت عم تفوت على المطاعم على تبول الشيشة على الحلاقين كل ياتوا صفيت عم تسمع سوري بدل ما تسمع لبناني. لما ابتديت حديثي حتى عم بقولوا في مصانع عم تفتح في لبنان مصانع سورية عم تفتح في لبنان حتى من دون رخص وخصوصي بمنطقة البقاع. طبعا هيدي عم تصير بشكل كبير وعم تاخد من اليد العاملة اللبنانية يعني احنا بنعرفها حتى ببيروت. اليوم تيجي بتطلع بتفوت على محلات الخضرة بتفوت على المحلات يلي هي أشخاص مالكينها مش عم بحكي على المحلات الكبيرة بتلاقي اليوم إنه لما كنت تشوف اللبناني يلي عم يشتغل بالحد الأدنى للأجور عم تحط السوري بنص المبلغ ولسوء الحظ وزارة العمل منا ضابطة هالقصص هيدي الموجودة فيها لأنه نحن بالأساس بالطريقة الحكومة لما فتحت الحدود قدام السوريين يلي النازحين للبنان ما بنعرف فعليا كم سوري عنا بالبلد يعني نحن من الثلاث مؤسسات بمؤسسة مخزومية اللي عم نتعاطى مع اليو ان اتش سي ار نحن والكاريتاس واوكسفا نحن صرنا عاملين كل يوم بيجينا فوق ال100 شخص يلي نحن بنعمل له وراقه يعني وراقه بالنسبه للمستشفيات بالنسبه للشركات اللي بتقبضها وكلها. طب اذا نحن لوحدنا صرنا مرئين فوق ال250 الف شخص من اول ما ابتدينا لليوم حد الاشخاص الموجودين. لسوء الحظ ما عنا انضباطية كمان بلبنان مين عم يفوت ويطلع يعني عم يجي السوري اللي عندك بيسجل بيقبض فلوسه بس ما بعرف إذا ما بيرجع سوريا يعني فيها الفراغ الموجود اللي موجود عنا هون. لكن اليوم الوضع الاقتصادي ما بيسوى. أنا بستغرب إنه الوزارات عنا خاصة وزارة المالية وزارة الاقتصاد كان لازم يكونوا بكل طروحاتهم بالخارج هو إنه شو بدكم تساعدوا اللبناني اللي اليوم متضرر. مشكلتنا لليوم مين ما بيجي بيساعدنا لمساعدة اللاجئين السوريين الموجودين بلبنان. طب ما هو لبنان صنف متضرر يعني لا أكيد ما اللبناني متضرر لكن كمان من مسألة النزوح. لكن اليوم بمرحلة هاي إذا ما صار في حكومة رجعنا على سؤالك اللي ابتدينا فيه الحلقة إذا ما في حكومة وصار في تغيير لا يمكن أنه الخليج يرضى أنه يخلي استثمارات تفوت على البلد عن جديد. اليوم في استثمارات كتير عم تجي بس ما بقى من بلاد الخليج يعني في كتير من أفريقيا عم تجي أموال على لبنان كلبنانيين هيدا بلكي إنه اللبناني صفى ليه لأنه صفى فيها الفراغ بالاقتصاد يلي حدا عم يتليه يعني اليوم في عمليات تجارية مربحة يلي فيك تعمله خاصة بالعقار يلي موجودة فيها قطاع العقار اليوم وبكرة وبضلوا إذا بدك قطعة أرض ببيروت بدك متر ببيروت بدك تدفع ثمنه هيدا بكل العواصم بالعالم. اليوم يلي نحن لازم نستفيد منها انه بلش نطلع خارج المدينة مثل ما عم نشوف منطقة سن الفيل والمناطق يلي واصلة عندكم لهون لأدمة صفينا عم نشوف فيها لانه اللبناني ما بقى معه فلوس يشتري ببيروت بروبر بيروت ما بقى حدا فيه يشتري فيها. اليوم المشكلة الكبيرة يلي نحن متواجهينها تجاوبك على سؤالها ما في خطة واضحة شو بدنا نعمل نحن تنساعد هاللبناني الموجود بالبلد في هالمرحلة الوجود السوري وتاني شيء تأهيل السوري لما بنرجعه على سوريا. لأنه اليوم أنا في عندي مشكل اسمه السوري بلبنان بس أنا كمان بدي أهله للسوري حتى بكرة يرجع على بلده ما بدي يضل قاعد بلبنان لأنه بمرحلة الإعمار بسوريا بجوز اسم منه يضلوا قاعد هون لأنه ما له محل للرجعة لهونيك.
يلي كنا طرحينه نحن. يكون في إله شغل هونيك. إيه ما هو في ما هو إنسان اليوم السوري اللي ترك وإجا وما عنده مصنعية بدك تدربه تيرجع على بلده. يعني نحن ما نعمل نفس الغلطة اللي عملناها سنة 92 هون. نحن 92 بدل ما نطور نظامنا التعليمي المهني والمتقدم الجامعي تنكون بالآخر عنا المادة اللي يقدر نساعد فيها بالدورة الاقتصادية اللي مرقنا فيها، ضلينا نقول بنعمره حضر بيستأجره. أوكي طيب اليوم بسوريا عندك هول الأشخاص الموجودين اليوم بلبنان إذا ما دربناهم ما فينا يروحوا بلدهم. تمنياتي كانت على الحكومة بالمشروع اللي انطرح بنيويورك أوكي يلي لم يطرح انه تعوا نعمل شيء اسمه بزنس انكيوبيترز. البزنس انكيوبيترز مثل ما نحن بنعمل بالمؤسسة القروض الصغيرة بس بيكون على مستوى اكبر. يعني بتاخذ ارض هنجار كبير تعمل فيها وركشوب، تعمل فيها بالاخر بال200 تقدر هالورش يلي بتدربهم فيها بيستعمل هالورش لمدة 6 شهور بتعطيه المصنعية بعدين اخر بيترك تيجي حدا غيره يتدرب. إذا قدرنا نعملها من هالنوع يمكن نرجع نتل الفراغ. بس هون كمان عم تاخذ من درب اللبناني وقت بتدرب. لا لا, لا أنا بدي درب اثنين، بدي درب اللبناني ودرب السوري لأنه المرحلة اليوم السوري بدي يترك. اليوم إذا ما دربت السوري وخليته يرجع على بلده لحصف في عندي مشكلة بيئية ومشكلة اجتماعية وإنسانية وأمنية بالبلد هون. هون أنا بعتقد يلي لازم بلش نشغل عليها بهالمرحلة فيها. لبنان كلها بنعرف بعد 15 سنة من الحرب الأهلية أخذتنا من 92 إلى 96 وزاد نمونا الاقتصادي إلى 10%. السهولة بتاع ما في نمو. لا عندك أنت لا عندك مشكلة، عندك الغلاء المعيشي 5% بهالبلد وعندك النمو بحدود 2.3 2.4%. يعني اليوم بيوصل لـ2؟ هلا في ارقام ساعات بقول لك 1.5 1.2 2.3 بمعزل شو النتيجه؟ المنطقه زادت 4.7. يعني اذا بنطلع بمنطقه الخليج نحن تقريبا نص النمو تبع المنطقه الموجوده فيها. طبعا مصر اقل منا بس مصر كان عندها ثورات، يعني نحن ما مفروض نقارن حالنا بمصر. هل جو هيدا بدنا نحضره؟ الشغله اللي اهم ولهلا لليوم شفت المشاكل بالسياسيين عنا عم يتضاربوا على ترسيه العشر مواقع النفط الموجوده فيها. نحن لما تسكر مصنعنا بالشمال بعكار لأسباب سياسية ما سكرت المصنع كل شيء وقفت الانتاج فيه لأنه هلأ ما في عندي ماكينات ما في عندي شيء. إذا بكرة قدرنا نتعامل نحن ومع هالشركات اللي رح تاخد هالعشر عقود الكبار المطلوب بمرحلة النفط والغاز ندرب شبابنا وبناتنا على ما هو قطاع النفط والغاز، هيدا بدها تعمل عشرات ألوف الوظائف بلبنان. إذا قدرنا ندبر نشغل مركز بالشمال بمنطقة عكار ومركز بالجنوب لحتى كل هالأشخاص اللي اليوم داخلين بهالمؤسسات العسكرية ناخدهم ونعطيهم وظيفة. نرجع للموضوع اللي طرحناه كيف نتعاطى فيهم. كل شخص بيطلع بالآخر من حمل سلاح أنا بدربه مثل ما عملنا نحن بالمؤسسة بسنة 96 ندربه لشي فني شي عملي يعملها. ساعتها شوي شوي هالعالم أنت ما عم تشيله من المؤسسة العسكرية والمقاومة وتحطهم بالشارع، عم تاخدهم وتحطهم بالآخر بمؤسسة يلي في إلى مستقبل فيها بيقدر يبني مستقبله فيه. هون ما شفت لحديت اليوم أي طلب من الحكومة لعملية التعاطي مع هالشركات اللي بدون عطى عليها العقود التنقيب إنه بالآخر يستثمروا بمركز الريب. اليوم في نقاش كبير بموضوع النفط، بنعمل منكمل المسار تبع المناقصات ولا ما منكمل ولا منمشي ولا ما منمشي ومين بده يسيطر على هالقطاع وقداش انا حصتي وقداش هيداك حصته. يعني ما بلشت تطلع الاخبار بهذا القطاع بشكل كتير مفضوح. يعني انا رأيي انطرنا كل هالمدة خلينا ننطر للانتخابات يكون في عنا مجلس جديد، عنا حكومة جديدة، رئيس جديد، بالاخر نحط الشروط يلي على اساسها بدنا نرسي هالقطاع. هيدا مستقبل لبنان لمدة 100 سنة الجايين. حرام اليوم بمجلس ممدد له بحكومة تصريف أعمال، حرام اليوم نرسي المواضيع بهالشكل يلي بالآخر راكدين وراء. لأنه اليوم بتكون عم تلزم الحكومات اللي جاي صح وتلزم مستقبل شبابك المستقبلي. لأنه اليوم لبنان عنده العقل يلي ما قدرنا نستعمله آخر مدة 30 سنة لأسباب طائفية ومذهبية. اليوم قطاع الإعلام والميديا كلها بنعرف أنه بالآخر قطاع مولع بكل العالم العربي إلا عنا بلبنان. اليوم لما نحن كنا الغنية عنا والسينما عنا والمسرح عنا وين صرنا نحن مقارنة بغير بلاد فيها؟ عندك هالمادة بدك تطورها وعندك مادة الغاز والبترول يلي هي لح يكون مستقبلنا نرجع نربح كل شيء دمرناه من سنة 75. بس حرام يترسى العقود اليوم
بهالتركيبة السياسية الحاكمة. طيب بس ارجع معك للموضوع اللي كنت عم تحكي فيه اللي له علاقة يعني بوضع النازحين السوريين وتأثيرهم على الاقتصاد اللبناني. بالمؤتمر اللي صار بنيويورك مجموعة الدعم للبنان كان في يعني مطلب أساسي إنه نحن أوكي حاضرين والبنك الدولي حاضر ليشوف شو حاجات لبنان، بس ولكن بالآخر بدنا حكومة بدنا حكومة بنعرف مين بده يصرف هالأموال، بدنا شفافية بصرف هالأموال، بنعرف هالأموال وين بدها تروح، وهذا هو يعني أول عائق حال دون يمكن وصول هذه الأموال. العائق الثاني إنه دول الخليج اللي هي أساسية اللي بتدفع مصاري بتيجي بتقول إنه حزب الله مشارك في القتال في سوريا هو عم يتسبب بجزء من هذه الأزمة، أزمة النازحين على لبنان، إنه أنا كيف بدي أجي أعطي مصاري لحكومة فيها حزب الله الذي يتسبب بهذه المشكلة. شيء منطق، بس بدي أرجع أذكرك من سنة 93 لليوم لم نتعاطى مع البنك الدولي. كل ما بيجي البنك الدولي طيرد علينا قروض. اخدين قروض من البنك الدولي بس ماشي مقابل القروض الأساسية اللي مطروحة فيه. يعني كل ما يجي البنك الدولي بده يطرح علينا موضوع، طبعا البنك الدولي بيشرطه بعملية شفافية وعملية انضباطية طبعا 100% يلي نحن لسوء الحظ كل حكوماتنا الماضية كانت رافضة هالموضوع، لأنه كلها بنعرف المال بالموازنة يحول لمال سياسي، خلينا نسأل الاستعمال السياسي. اليوم اللي عم تتفضل فيه مزبوط، أي دولة مانحة بدها تصر على عملية يكون هناك حكومة يلي تتعاطى الشفافية، يلي نحن لسوء الحظ كلها بنعرف الاتهامات والاتهامات المضادة اللي عم نسمعها آخر مدة جمعة 10 أيام بين الوزراء الموجودين. هيدا شيء منه شيء جديد، يعني أنا بستغرب الإعلام عم يغطوه، ما نحن بنسمعها من سنة 92 هذا الكلام. بس هي أول مرة كمان يعني وزيرين بيطلعوا بيقولوا هيدا سارق وهيدا ناهب وهيدا صرف هون وهيدا ما صرف هون وهيدا عمل هون. يعني سيدي يعني 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 يتخيل انه وزيرين بالحكومة يتبادلان هذه الاتهامات وانه هيك تقطع الامور بطريقة يعني وكأن شيئا لم يكن، هيدا غريب بلبنان. بس كلهم مشاركين فيها. انت اليوم من سنة 92 لليوم نحن صارفين مئات المليارات الدولارات، مش عم بقول وزيرين بس يعني. وصلنا ل 60 مليار دولار دين عام، معلش لا عندك كهرباء لا عندك طرقات، ما شفنا شو صار، بتيجي أليكسا بعد شوي بالاخر ما بقى فينا نطلع من بيتنا، يعني أليكسا ما بقى الأهمية اللي عندها اياها، الطرقات تسكرت، المطار بعد شوي رح يتسكر، يعني معلش انه اليوم كل المواضيع هاي بفرجي انه كل هالفلوس اللي صرفت بالاخر على مشاريع بس بالاخر لمنفعات سياسية. اليوم نعم بدك حكومة قادرة، بدك حكومة تتعاطى الشفافية، بس بنفس الوقت بدك تجيب أشخاص على الحكم بالآخر ما عندهم مصالح بالداخل اللبناني. نحن وين مشكلتنا بلبنان؟ منفتش على الأشخاص اللي عندهم مصالح مع الدولة، منجيبهم على الوزارة تنضغط عليهم لحماية مصالحهم تيمشوا القرارات السياسية المطلوبة. ما في حدا ببلاد العالم بفوت على دولة وعنده مصالح معها. كل بلاد العالم على القليل بيعملوا تراست، بيعملوا وقف، بيشيلوا كل مصالحهم بهالموضوع وما بيكون لهم طرف. نحن بلبنان كمان بلبنان بتفوت على الدولة لتاخد مصالح، تعال مشان هيك بدك تبني لبنان جديد، بدك تعمل هالفصل. مشان هيك لما بلشنا حديثنا اذا اليوم الدول يلي بدها تساعدنا وتعتبر حالها صديقة، اذا بنزبوط بدها تساعدنا خلينا بالاخر نفرض عملية الشفافية وعملية بالاخر الحوكمة بطريقة تعاطينا بالدولة. اول شيء بدها قانون انتخاب. إذا اليوم ما في عندي قانون انتخاب رح نرجع نفرز نفس المجموعة يلي اليوم حاكمتنا بستة 92. إذا عملت قانون انتخاب مش هتفرز نفس المجموعة؟ لا لا، لأنه كل الإصلاحات للرأي اللي شفناها على القليل عندك 30% من المجلس النواب بده يكون دم جديد. يا أستاذ فؤاد هيدا يعني أنا مش عم بحكي إنه بس هذا الرأي العام اللبناني يلي بيمرق مصايب عليه ويلي بيمتمرق كوارث عليه وما بيتحرك، وبيتحرك إذا زعيم لإله أو قيادي لإله تم الاستهزاء فيه إن على التلفزيون أو ما بعرف وين، وبينزل بيعمل مظاهرات وبيكسر الدنيا. طب هذا كيف إنه بده يغير بالانتخابات وما بده يغير؟ شو بده يغير؟ أنا نصيحتي لازم الـ LBC شو بده يغير؟ لازم الـ LBC تعمل استطلاع رأي. منشان شو؟ لا لك ليه؟ بتشوف لا لا استطلاع رأي، هل يا ترى الكلام يلي عم تتفضل فيه فعلياً بعده مطبق؟ أنا ما عم بقول لك التغى، بس صار في نوع من الصحوة عند خاصة العيال، خلينا نسميها العيال، يعني العيال اللي عم بحكي الميدل كلاس، يعني الطبقة يلي بياخذوا يمكن هيدي بتلاقيها ببيروت إذا لقيتها، لا بس بتلاقيها بغير محل. بس أنا بعتقد أنا عم بقول لك شو بسمع، ما عم بقول لك أنا بجوز أنا معلوماتي محدودة، بس اللي عم بسمعه صار في نوع من الصحوة إنه خلصنا بقى وين أخذونا، هذا التعبير اللي بتسمعه وين ما كان. هذا بتسمعه على طول. إيه أنا بكفلك بس الفرق الوحيد إنه بالماضي كان نقولها بس كان في زعمات يلي تعرف تستفيد منها. اليوم في تغيير، وضع حزب الله بسوريا، وضع غياب الرئيس الحريري، وضع المشاكل عم تصير بين المسيحيين، صار في طبقة عم تقول يا خيي طول بالك جربنا
ما زبطت القصة. خلينا بالآخر نحافظ على الحد الأدنى، بس خلينا ننتقل بمحل يلي بنقدر فينا نبني فيه لبعدين. أنا بعتقد في تغيير عم يصير على الأرض. هلا بتقلي التغيير بشكل 10 20 30%، أنا بقول لك ما بيتعدى 30%، بس اليوم أي محاولة فوق 10% لن تحكم 8 أدار ولا 14 أدار. هون بتبلش عملية التغيير، وهون يلي نحن طالبين من حلفائنا ومن أصدقائنا بالغرب إنه يجوا يشوفوا هالأمور، ما بقى يتركون الأمر كما هي. لأنه إذا صار في تشوي مع إيران، وصار في تشوي مع إسرائيل، وصار في تشوي مع السعودية، وكل هالمواضيع هاي، لن يسمح للبنان بقى يتعامل بنفس العقلية. من هون نحن اللبنانيين هيدا فرصتنا تنبني شيء للمستقبل. عال، بس انت حتى توصل لكل هذه الامور بالبدايه بدك تصمد، بدك تصمد اقتصاديا، بدك تصمد معيشيا. اليوم انت عم بتواجه وضع يعني متأزم بهالامرين، بالاقتصاد وبالامور المعيشيه، كيف بدك تصمد؟ كيف بدك تواجه؟ يعني اليوم بضل في خوف انه هالدوله اللبنانيه بكره ما تقدر تدفع المعاشات للموظفين عندها، او ما بعرف شو يصير، او هذه مرقنا فيها وبعتقد بنضلنا فينا ندفعها. اليوم التهويل من بعض السياسيين بهالموضوع منه دقيق، منه دقيق. اليوم مزبوط نزلت عدد 43% سواح، بس بعضهم الأوتيلات شغالة، المطاعم شغالة. أنا عم بشتغل باللحم الحي مثل ما معلش، لا لا بيبقى الوضع بعد هيك سنة بسكر. طب هذا قلنا هلأ فيها 3 سنين وقت ما إجى الرئيس مياتي، ما حدا سكر. يعني التهويل شيء والأمر الواقع مزبوط مرحلة صعبة وما في أرباح، بس في فرق ما يكون ما في أرباح وفرق بالآخر من الآخر عم تعمل أرباح كتيرة. قال له بالزمانات كانوا يروحوا على سوق الحمدية يقولوا له لا اللي عنده بتعرف هذا الباب بسموه الباب بس ورا بيكون في مخزن، انه يا ابو فلان عملت مصاري، قال له والله هالسنة خسرنا. كيف خسرت؟ قال له بس عملنا 50 مليون ما عملنا 100. يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم الوضع بعده بلبنان معقول. هلا بتقلي والبرهان انه كل حتى المصالح الصغيرة الشخصية بعدها شغالة، ليه؟ قلبوا اللبناني حطوا سوري، يعني المصلحة ما وقفت. لسوء الحظ الموظف اللبناني، العامل اللبناني اللي عم يتضرر فيها، وهيدا اللي نحن عم نقول مفروض الدولة تطلب من أصدقاء لبنان يساعدوا بقى العامل اللبناني يلي بالآخر عم يخسر وظائفه للسوريين. بيساعدوه كيف؟ بتمقلت بالتدريب وبالتدريب وياه الشغلات طبعا. بس ما البطالة بلبنان مرتفعة. نحن بالأساس لبنان اقتصادنا الغير مرئي يعني الغير علني بشكل 30% من اقتصادنا. يعني هاي بطالة مقنعة برأيك؟ طبعا. مش بطالة حقيقية مزبوطة، وعم نشوفها يعني بالنتيجة. هلا بالاخير انت بتشوف بأحيانا اوكي لما تكون قاعد بيروت، عم بحكيك على بيروت، يلا يعني صحيح في ناس قاعدين عاطلين عن العمل، بس بالاخر بيضلوا بيلاقوا شغل يعملوه. بس الى اي درجة يعني هذا الوضع الاقتصادي وهذا الوضع المعيشي في لبنان يعني قادر ان يستمر على ما هو عليه حاليا؟ قادر ان يستمر بظل هذا الوضع السياسي الموجود؟ طب ما بديش ما يعني يعني مثلا سلسلة الرتب والرواتب اليوم الكلام كتير عنها، بس بيقولوا لك إذا هذه السلسلة دفعت خربت خزينة الدولة. في عندك حلول كتير اللي رفضتها الدولة. معلش التسويات، نحن بنعرف بالضاحية لبعد 2006 صار في عمار زايد في عامل الاستثمار 30-40%، هذا كله مخالف لل عندك المخالفات البحرية. مخالفات البحرية، الواجهة البحرية اللي صارت عنا هون بلبنان ببيروت أوكي، هي مداخيلها مليارات الدولارات. اليوم انا بالنسبه لي شو ما في اراده ولا ما في قدره عن لا لانه برجع بلشتك بالحديث يلي حطيناهم بالحكم هن اصحاب المصالح. خلينا نكون واضحين، اذا ما قدرنا نغير انه يلي بده يكون بالحكم ما يكون عنده مصالح بالداخل اللبناني، لسوء الحظ رح يضلوا. اليوم المشكل بين الوزير الصفدي والوزير العريضي عشو انه انت بعطيك بور، انت ما بتعطيني بور مشان ارضي، جانا موضوع المصالح. اليوم إذا بنطلع على معظم المشاريع السياحية الكبيرة هن اللي قلهم اليوم موجودين بالحكم. إذا بدك تبني بلد بدك تبني بهالموضوع، بدك تعزل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. اليوم نطلع على هول، نطلع بالآخر على الأملاك النهرية والأملاك البحرية، عندك المخالفات. أنا ليه ما بيجي بالمناطق الشعبية إن كان بكرم الزيتون ولا كان بطريق جديدة، بيجي بعطي عامل استثمار أكثر ما هو المطلوب إذا كان العلو فيه اسمح فيه، وبدفعه رخصة. كل بلاد العالم تعملها بهالطريقة. اليوم بالسوليدير فيك تشتري عامل هوا من غير أراضي وتدفع ثمنها. طيب ليه أنا في استعملها بالسوليدير ما في استعملها بالمناطق بالآخر الشعبية؟ نحن مشكلتنا صرنا ببيروت عم بحكيك اليوم، طبعا بلبنان كله ما بقى في ابن المدينة ما بيقدر من بيروت يعيش ببيروت يسكن ببيروت. ليه؟ لأنه بالآخر حددنا عامل الاستثمار، خلينا العامل الاستثمار يطلع فقط بالسوليدير، لكن المناطق المعترة والشعبية ما بقى فيك تشتري فيها، لأنه إذا بطريق جديد اليوم سعر الهواء صار بال2500 دولار، مين بده يشتريها هذه؟
هون بعتقد لازم يكون في نظرة شاملة وكاملة. بالآخر بالزمانات كان عنا شيء اسمه طابق المر، ما هل عملوا طابق المئات كمان ما مرقوه، ما مرقوه بعض بمجلس، ما مرقوه. هلا اذا قدرنا نحن نعمل بهالشيء، في عندك مجالات انك تدخل مداخيل للبلد وتعملها. الكهرباء معلش، نحن من سنه 92 لليوم كلفتنا الكهرباء من جيبتنا 7 مليار دولار بس مش اكثر. طيب بدي اسالك، في شركه كهرباء بالعالم بتخسر فلوس؟ نحن بنخسر لانه لا عندنا قانون جبايه، لا عندنا قانون توزيع، ما في عمليه ضبط. بس هولي في عندك وسائل تقنية اليوم بالعالم فيك تضبطها. اليوم نستأجر البواخر التركية يلي هي أفشل من هيك ما في. قطر كان فيها تعطينا إياهم أرخص لو بدنا نعملهم، بس هذا ما هو الحل، ما في حدا بالعالم بيعملها. نحن دايما نبرر النتيجة حتى بالآخر يكون في عنا مصالح أنية، هيدا اللي بدك تغير فيه. لا، في إمكانية لبنان، في إمكانية قلع، بس بده يكون في قرار سياسي ونمنع المصالح الشخصية تكون مسيطرة على الدولة. يعني إن شاء الله. أستاذ فؤاد مخزومي بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك بالـ LBC. ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.